رد حسام حسن على أحمد حسام ميدو وحكى عن تفاصيل اللي حصل بين الشوطين في ماتش مصر والمغرب. ميدو كان قال إن حسام حسن خرج بين الشوطين في ماتش المغرب بتصفيات كأس العالم 2002 وهو مصاب عنده شرخ في رجله، ودخل الحمام وبدأ يزعق لرجله ويخبطها في الحيطة. البعض ربط كلام ميدو ما بين حماس حسام حسن والناحية التانية سفر صلاح لإنجلترا لتلقي العلاج من إصابة في العضلة الخلفية. حسام حسن رد على كلام ميدو وقال إن ميدو حكى القصة بشكل كوميدي وحكاها بأفوار شوية وكان فيها مبالغة. حسام قال إن ماتش المغرب كان مهم، ومع نهاية الشوط الأول حس بنغزة في العضلة الخلفية لأول مرة جيله الخلفية، وده في الوقت اللي المنتخب عايز يفوز على المغرب مع وجود جمهور كبير في الملعب. حسام قال إنه دخل الحمام ووقف قدام المراية يكلم نفسه ويقول مش معقول الإصابة دي هتطلعني برا. حسام بيقول كنت بكلم ربنا أقول له يا رب مش عايز أطلع، يا رب أقدر ألعب. حسام قال كمان إنه كان بيكلم نفسه بس مش بصوت عالي علشان ما يأثرش على اللعيبة لأنه كابتن الفريق ولأنه مش عايز يأثر على الجهاز الفني. انت بقى إيه رأيك في حماس حسام حسن؟